انضم إلينا مباشرة من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز هناك. بعد التحية لك حسين، إذا وزارة الدفاع الروسية أعلنت عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا، لو تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذه النقطة في بدء الحديث. نعم، تحياتي لك يا شادي. أعلن اليوم وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو عن استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بهدف تحقيق الأهداف التي أعلن عنها سابقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي القضاء على النازية ونزع السلاح ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو. بالإضافة إلى أن شايغو أكد بأن القوات العسكرية الروسية هي تستهدف المنشآت العسكرية وتؤمن سلامة المدنيين الأوكرانيين، وأن أمان سلامة هؤلاء المواطنين فهو أولوية لدى القوات العسكرية الروسية. وعاد وذكر الوزير شايغو منذ قليل أيضا بأن القوات الروسية بدأت باستهداف المنشآت التكنولوجية الأوكرانية، وذلك بهدف إيقاف التحريضات الإعلامية تجاه روسيا. الجميع يعرف بأن هنا حسب ما يصفه المحللون السياسيون والمراقبون الصحفيون الروس، يقولون بأن هناك دعاءات إعلامية كبيرة تصدر من الأراضي الأوكرانية وهي مغالطة للحقيقة تماما، وهناك بالفعل دعاءات إعلامية تقول بأن روسيا هي التي تشن الهجمات على المدنيين وعلى الأطفال والنساء. روسيا بهذه الحالة تكون قد استهدفت المنصات الإعلامية، المنشآت الإعلامية والتكنولوجية الأوكرانية بهدف وقف الدعاءات الإعلامية ضدها. أما على الصعيد الرسمي والكريملين، اليوم أيضا صرح الناطق الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن العقوبات الغربية على موسكو هي عقوبات مغرضة وعقوبات غير عقلانية، ووعد بيسكوف بأن روسيا سوف ترد على هذه العقوبات بالمثل. وهناك عدة إجراءات اتخذتها روسيا لغاية الآن بالتعاون من المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية تنفيذا لأوامر التي كان أصدرها يوم أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه رجال أعمال روس أصحاب مؤسسات روسية بهدف حماية ودائع الروس وبهدف مواجهة العقوبات الغربية. ومن أهم هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لغاية الآن هي رفع نسبة الفائدة إلى 20%، بالإضافة إلى إلزام المصدرين الروس على بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي إلى المصرف المركزي، وذلك بهدف حماية الروبل. عدا على أن الحكومة الروسية اليوم أيضا أعادت وأقرت قانون بتقديم الدعم المالي للشركات الصغرى وأصحاب الملكيات الصغرى، بالإضافة إلى شراء الحكومة الروسية لأسهم الشركات الكبرى، الشركات التي تأثرت بالعقوبات الغربية. الحكومة الروسية وعلى لسان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أكدت بأنها لم تكتفي بهذه الخطوات فقط، بل إن الحكومة الروسية تدرس إمكانيات أو خطوات لاحقة سوف تعلن عنها في وقت لاحق لمواجهة العقوبات الغربية. وديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي كان قد صرح بأن موسكو هي تواجه العقوبات الغربية تماما، وبأن الخطوات التي من الممكن أن تواجه فيها هي مثل إقفال السفارات الغربية في موسكو، حجز ممتلكات الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في موسكو، بالإضافة إلى انسحاب روسيا من صواريخ الاستراتيجية صواريخ ستارت. هذا كله هذه هي الخطوات. نعم، معاهدة صواريخ ستارت هذه كلها. وأما على ميلة الخارجية ووزارة الخارجية الروسية، عاد ودعا الوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اليوم خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مؤتمر نزع السلاح المنعقد في جنيف
حلف الغرب والغربيين إلى التحاور مع موسكو، مؤكدا بأن موسكو هي منفتحة على كافة الدول وهي تريد الحوار مع كافة الدول، لكن عليهم هم أن يحترموا الشروط والضمانات الأمنية لدى موسكو. كما أكد لافروف بأن موسكو وروسيا لن تبقى هادئة عن وجود صواريخ نووية أمريكية في أوروبا، داعيا واشنطن إلى استعادة هذه الصواريخ إلى بلادها. كما أشار لافروف إلى إمكانية عقد جلسات حوار بين موسكو وواشنطن بهدف الاستقرار الاستراتيجي. أما وعلى الصعيد الغربي والاتحاد الأوروبي، طلب لافروف من هذه الدول بالتوقف عن إنشاء المنشآت العسكرية في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. نعم. طيب حسين، يعني أيضا وزير الخارجية الروسي قال أنه لدى أوكرانيا لا تزال تكنولوجيا نووية سوفيتية، وأنه من الصعب ألا تستجيب روسيا لهذا الخطر، وأضاف أنه الوقت قد حان لمغادرة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا. يعني هل نفهم من هذا أنه قوات الردع الروسية التي وضعت على هبة الاستعداد ما زالت على حالها طبقا لهذه التصريحات التي ذكر فيها من قبل وزير الخارجية الروسي أن أوكرانيا لا تزال تمتلك هذه التكنولوجيا النووية من الحقبة السوفيتية؟ نعم، بالتأكيد القوات الردع النووي هي لا تزال على عملها، حسب ما أعلن يوم أمس الوزير الدفاع سيرجي شايغو خلال لقائه مع الرئيس بوتين، حيث قال بأن القوات الردع النووي وتنفيذا لأوامر من الرئيس بوتين هي بأهبة الاستعداد. ووزير الخارجية لافروف عندما قال بأن هناك سلاح نووي يوجد في أوكرانيا من الحقبة السوفيتية، هذا هو ما كان يخشاه الروس. الروس والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي أتت في هذا الوقت لهذه الأهداف، فمن الأهداف التي كان قد طلبت منها الروس وأعلن عنها الرئيس بوتين قبل بدء العملية العسكرية، هي في المرتبة الأولى تجريد أوكرانيا من البنية التحتية العسكرية وتجريدها من إمكانية احتواء على سلاح نووي، بالإضافة إلى نزع السلاح وحل النازية والقضاء على النازية وبالمنعها من الانضمام إلى حلف الناتو. روسيا قبل أن تحقق هذه الأهداف لا يمكنها أن تتراجع عن العملية العسكرية، هكذا هو اليوم ويوم أمس ومنذ بداية العملية العسكرية، المراقبون العسكريون المراقبون السياسيون كلهم هنا مراقبون روس أو مراقبون أجانب، كلهم لسان واحد يقولون بأن العملية العسكرية التي أعلن عنها رئيس بوتين هي سوف تكمل حتى تحقيق أهدافها كلها، فلا يمكن لها أن تتراجع إلى الوراء، لأن هناك مخاوف جدا ومخاوف أمنية لدى موسكو من هذه الأهداف. ففي حال انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو أو في حال امتلاك أوكرانيا إلى سلاح نووي، فهذا يؤدي إلى تدمير روسيا، هذا حسب ما يصفه الروس طبعا وتصفه الإدارة الرسمية بروسيا. ففي حال امتلاك أوكرانيا لأي سلاح نووي أو انضمامها إلى حلف الناتو، فهذا الأمر سوف يجر على باقي الدول الاتحاد السوفيتي أو باقي الدول المعادية لروسيا، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحقب عدمة لا تخشاها موسكو هذه العواقب. وهذا الأمر صعب جدا بالنسبة للقيادة الروسية في موسكو، صعب جدا بالنسبة لأمن المواطنون الروس وبالنسبة للمصالح الروسية. فالعملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس بوتين هي عملية استباقية أكثر مما هي عملية عسكرية. صحيح. نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، بالتأكيد نعود إليك مرات أخرى في خدمات إخبارية جديدة. حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من موسكو، شكرا لك.